مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقه جديده واخر الاسبوع. النهارده طبعا الاسبوع اللي فات كان في نشاط مكثف الحقيقه ل يعني مجموعه من الاخبار المختلفه، عشان كده هنتابع مع حضراتكم كل الاخبار دي من خلال حلقتنا. وجايز كان الابرز خلال الاسبوع اللي فات هي القمه العربيه اللي عقدت في المملكه العربيه السعوديه، واللي انتهت بيان الظهران اللي اكيد هنتكلم مع حضراتكم فيه وفي كل تفاصيله. كمان مهم جدا ان احنا نستمع الى بعض الكلمات الهامه اللي كانت موجودة خلال القمة، بالإضافة للكواليس للاجتماعات التحضيرية وأيضا للقمة العربية نفسها. النهاردة من خلال الحلقة حابة أقول لحضراتكم أن هيكون معانا الحقيقة فقرتين مهمين جدا. جايز هنتكلم في الفقرة الأولى عن القمة العربية وماذا بعد القمة العربية وكل القرارات اللي شفناها خرجت من القمة، وبعد كمان كلمات الرؤساء والزعماء اللي هنعرض لحضراتكم أهمها وأهم الكلمات اللي اتقالت من خلال القمة العربية دي. هتبقى فقرة ان شاء الله هتبقى معانا النهاردة. كمان عايز اقول لحضراتكم ان من الفقرات اللي معانا النهاردة فكرة نقص الادوية. ناس بتقول ان في ادوية ناقصة في السوق، وناس تانية بتقول لا الادوية موجودة ومتوفرة. احنا النهاردة هنطرح السؤال، هل فعلا في ادوية، وتحديدا الادوية للامراض الخطيرة، هل هي فعلا موجودة وموجودة بسعر مناسب للناس ولا غير موجودة؟ الفقرة دي هيكون فيها معايا الدكتور محمد عزب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء واستشاري اورام الكبد، وايضا هيكون معايا في نفس الفقرة الدكتور محمد شاهين عضو الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية. خليني أبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا وجايز اللي حصل على مدار الأسبوع. هبدأ مع حضراتكم بيه اللي حصل النهاردة في اليمن والنشاط المكثف للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. والنهاردة تحديدا أعلن التحالف العربي اللي بتقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخ باليستي كان بيستهدف المناطق السكنية في جازان. المتحدث الرسمي بقوات التحالف العقيد ركن تركي المكي قال في بيان ان النهارده الساعه 10 ودقيقتين من صباح النهارده رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثيه المدعومه من ايران من داخل الاراضي اليمنيه باتجاه ارض المملكه. وحسب وكاله الانباء السعوديه رسميا الكلام ده المفروض ان هو حصل النهارده الصبح وكانت باتجاه مدينه جازان. طبعا بالاضافه الى هذا الصاروخ في صواريخ باليستيه متعدده تم توجيهها من الميليشيات الحوثيه الى المملكه العربيه السعوديه، بعضها كان بيتزامن كمان مع الفتره اللي فاتت مع القمه العربيه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الوضع في اليمن وعن مدى هذه الصواريخ والاماكن اللي بيتم اطلاقها منه في اليمن. انا معايا على التليفون العقيد ركن تركي الملكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعيه في اليمن. سياده العقيد مساء الخير واهلا بحضرتك يا فندم. سيادة العقيد على التليفون، سيادة العقيد ركن تركي الملكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. سيادة العقيد مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك. طيب احنا هنحاول نتصل بسيادة العقيد مرة تانية علشان نعرف منه آخر تطورات الوضع في اليمن، ونعرف كمان فكرة الصواريخ الباليستية والمدى بتاعها، وإلى الآن ما تم إنجازه من قبل قوات التحالف في الأراضي اليمنية. كل ده إن شاء الله هنعرفه. كمان العمليات العسكرية وتقدمها في اليمن والأعمال العدائية اللي بتتم من الميليشيا الحوثية المدعومة من قبل الجانب الإيراني طبعا. كل ده يعني احنا محتاجين ان احنا نعرفه وهنقوله لحضراتكم من خلال مداخلة العقيد تركي المالكي، هنحاول اتصال بيه مرة تانية ان شاء الله. عايز اقول لحضراتكم كمان ان فكرة الصواريخ الباليستية اللي انا جايز كنت بتكلم عليها هي بيتم اعتراضها من قبل القوات التحالف. طيب انا معايا مرة تانية العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. مساء الخير يا سيادة العقيد واهلا بحضرتك. مساء الخير ومساء الخير على المشاهد الكريم وشكرا لكرم الاستضافة. انا اللي بشكر حضرتك، وهبدا بالسؤال عن الاوضاع الان في اليمن، وبعد كده طبعا عايز اعرف من حضرتك تفاصيل الصاروخ اللي تم اعتراضه النهارده اللي كان مفروض متجه الى مناطق سكنيه في جازان. اتفضل يا فندم. الصاروخ الباليستي كما تم الاعلان اليوم عن كان متجه باتجاه مدينه جازان، وتم اعتراضه الحمد لله الدفاع الجوي الملكي السعودي. طبعا الاطلاقات الاخيره ما في شك الجميع يعلم هي محاوله
من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في إظهار قدرتها على البقاء، لأنه الوضع في العمليات العسكرية في الفترة الأخيرة خصوصا في تقدم مستمر في تحرير الأراضي من كثير من الجهات. طبعاً الصاروخ إذا أرجع هو إنتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، يكتب وراء هذه الميليشيات الحوثية النظام الإيراني اللي يدعمها بالصواريخ البالستية. الإعلام الحوثي يذكر دائماً إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، وكذلك بما يتعارض مع القانون الدولي والإنساني، وهذا ديداً الميليشيات والجماعات الإرهابية. إذا تسألي عن الوضع العسكري أو الوضع في اليمن، صحيح، فيما يخص العمليات العسكرية طبعاً الفترة الأخيرة هناك تقدم في كافة الجبهات من الجيش الوطني اليمني مدعوم بقوات التحالف. هناك تقدمات في محور صعدة، وهناك الكثير من الجبهات من جهة الشمال يقوم فيها الجيش الوطني اليمني مدعوم بقوات التحالف. هناك تحركات في شرق صنعاء باتجاه صنعاء. هناك تحركات في الجهة الغربية في أقليم تهامة. أصبحت قوات الجيش الوطني اليمني على بعد مسافة 70 كيلومتر من الحديدة. في يوم أمس كان هناك عملية عسكرية بدأت في تأمين الجهة الشرقية لإقليم تهامة أو الجبهة الغربية، وهناك تقدم أيضا من جهة الشمال بعد أن تم تطهير ميدي ورفع العلم الجمهورية اليمنية. إذا نتكلم عن الأوضاع الأمنية، طبعا لا يخفى على الجميع أن الميليشيات الحوثية تمارس جميع أنواع الإرهاب فيما يخص الشعب اليمني. هناك كثير من حالات القتل خارج إطار القانون، هناك الاعتقالات التعسفية، الأعمال الهمجية ضد المتظاهرين، وهذا ليس بغريب على الميليشيا الإرهابية. صحيح. سيادة العقيد، لو حسأل حضرتك وإحنا بنتكلم عن الصواريخ الفلسطينية تحديدا، صاروخ اليوم لمنطقة جازان لم يكن الأول، الفترة اللي فاتت كان فيه موجه لرياض ولبعض المناطق أيضا، تقريبا عدد الصواريخ اللي تم اعتراضها، وهل تم اعتراض جميع الصواريخ اللي تم إطلاقها من قبل ميليشيات الحوثي؟ تحديدا إلى اليوم بالصاروخ اللي تم إطلاقه على مدينة جازان عدد الصواريخ 121 صاروخ فلسطي. قد إيه يا فندم؟ 100 وكم؟ 121 صاروخ. 121 صاروخ. طيب، الاتصال اتقطع مع سيادة العقيد الركن تركي المالكي، هنحاول نتصل بيه مرة تانية، بس هو كان بيتكلم عن تقدم للعمليات العسكرية في اليمن، لغاية ما يرجع لنا التليفون مرة تانية. كان بيتكلم عن تقدم العمليات العسكرية في اليمن، وإن إلى الآن عدد الصواريخ الفلسطينية اللي تم اعتراضها هم 121 صاروخ باليستي تم اعتراضهم، كانوا موجهين ناحية أراضي في المملكة العربية السعودية. النهاردة كان في الجازان، كان في الرياض أيضا صواريخ موجهة إلى الرياض. 121 تم اعتراضهم كلهم. لسه كنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الصواريخ دي، وهل في صواريخ أخرى لم يتم اعتراضها ولا لا. كل ده هنرجع مرة تانية بيه لسيادة العقيد. وطبعا يبدو ان جهود التحالف في اليمن في الفترة الأخيرة كانت جهود. رجع لنا مرة تانية سيادة العقيد الركن تركي المالكي. سيادة العقيد، كنت حابب تتكلم عن الصواريخ الفلسطينية اللي تم اعتراضها، وقلت ان عددهم إلى الآن 121 صاروخ، هل تم اعتراض جميع الصواريخ اللي تم إطلاقها أم لا؟ نعم، تحديدا 121 صاروخ فلسطي تم اعتراض النسبه الكبيره من هذه الصواريخ الفلسطينيه. بعض هذه الصواريخ الفلسطينيه سقطت في مناطق خاليه، ولكن هي تهديد واضح واستطراد القانون الدولي والانساني. لو اتكلمت سيادة العقيد عن اجمالي الخسائر الى الان بعد العمليات العسكريه من قبل قوات التحالف، الخسائر لميليشيات الحوثي تقريبا ممكن نقدرها ازاي؟ طبعا كتقدير في ميليشيا إرهابية يختلف على الميليشيا الإرهابية أو المنظمة الإرهابية على الإطلاق. ما في شك الميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مع بداية العمليات العسكرية كانت في تحالف مع قوات الحرس الجمهوري. التحالف تعامل مع قوات الحرس الجمهوري وقوات الجيش اليمني سابقا اللي انضمت إلى الرئيس السابق، تم تعطيل وتدمير أغلب هذه القدرات، سواء كانت القوات الجوية أو كان الدفاع الجوي أو كانت الوحدات البرية. مثال الميليشيا الحوثية يتطلب نوع خاص من القتال. لا شك هناك كثير من الخسائر في صفوف الميليشيا الحوثية، وبذلك هي بدأت بتجنيد الأطفال في كل الجبهات.
الاسبوع هذا تقريبا كان فيها كثير من القاده الذين خسرت الميليشيا الحوثيه، تم الاعلان عن وسائل الاعلام الحوثيه، هناك اعداد كبيره في عدد القتلى لدى الميليشيا الحوثيه، وبذلك بداوا يجندون الاطفال والنساء. حسألك سيد العقيد، يعني هل مجهودات حضرتكم بتتأثر بالدعم الإيراني وخصوصا في فكرة القدرات النوعية؟ يعني احنا سمعنا الفترة الأخيرة كمان عن فكرة الطيارة بدون طيار. نعم، النظام الإيراني هو يزود الميليشيا الحوثية لغرض واحد اللي هو إطالة مدى الأزمة اليمنية، لذلك هو تعميق لجروح الشعب اليمني. هذا هو الهدف من تزويد النظام الايراني الميليشيا الحوثيه بالقوات النوعيه، سواء كانت الصواريخ البالستيه او الطائرات ذو الطيار او القوارب السريعه. هذا تحالف ما بين دوله وميليشيا ارهابيه، لكن هل هناك تاثير؟ هو تهديد. نعم، هو تهديد وخطر ليس فقط على المملكه العربيه السعوديه، ليس فقط على دول الخليج، ولكن للمجتمع الدولي كافه. اذا نتكلم عن البحر الاحمر ومضيق باب المندب، تزويد الميليشيا الحوثيه بهذه القدرات هو يؤثر على حريه السلاح والتجاره العالميه في مضيق باب المندب والبحر الاحمر. لذلك التحالف هو يعني يعمل كل الجهود كافه في حفظ الامن والاستقرار، سواء في البحر الاحمر او في الداخل اليمني، او حفظ الامن والاستقرار في المنطقه. لو حرجع مرة تانية سيد العقيد للصواريخ الفلسطينية، وهل في مناطق بعينها تم رصدها هي اللي بتتمركز فيها أو بينطلق منها الصواريخ الفلسطينية إلى أراضي المملكة؟ هناك نسبة 89% من مناطق إطلاق الصواريخ الفلسطينية تتمركز في مدينة صعدة، وهي منطقة الحوثيين، وكذلك شمال عمران، وهي إحدى المحافظات التابعة لميليشيا الحوثية ولها تواجد كبير هناك. معناها انه اصبحت مدينه صعده وشمال عمران هي المنطقه لوصول تهريب الصواريخ البالستيه وكذلك الاسلحه النوعيه من النظام الايراني عبر تجار ومنظمات تهريب الاسلحه. سيد العقيد، هل في مدى زمني معين للعمليات اللي بتتم، عمليات من قبل التحالف الدولي؟ العمليات العسكرية لعصف الحزم هي حققت جميع أهدافها وتم الإعلان عنها أساسا. بدأت عملية إعادة الأمن، نحن مستمرون في عمليات إعادة اليمن بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في مقام الرئيس اليمني. سيستمر التحالف بالتزاماته في وحدة الأراضي اليمنية وحماية المواطنين اليمنيين في المدن والقرى من ضبط هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية. الهدف الاستراتيجي هو إعادة الشرعية لليمن، وهذا هدف جميع دول التحالف الأعضاء التحالف تسعى لتحقيق هذا الهدف باذن الله تعالى. ان شاء الله. هناك اهداف عملياتيه مستمره، ومن هذه الاهداف لن نرضى في دول الخليج وكذلك في اليمن بوجود نموذج اخر من حزب الله اللبناني الارهابي. لا يمكن توقف زمني بالنسبه للعمليات العسكريه. الميليشيا الحوثيه عليها ان تغلب الحكمه، تقديم مصلحه الشعب اليمني للخروج من الازمه. التحالف يعمل على كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإغاثية أو العسكرية. أحد الأهداف العسكرية هو إجبار الميليشيا الحوثية والضغط عليها للجلوس إلى طاولة الحوار، لكن الميليشيا الحوثية هي ترفض كافة الجهود السياسية في الخروج من الأزمة. نحن نعلم جميعاً أن المفاوضات استمرت أكثر من 100 يوم، الميليشيا الحوثية رفضت توقيع الاتفاقية، بينما قدمت الحكومة اليمنية الشرعية كثير من التنازلات ووقعت على الاتفاقية، لذلك عنه هو من الميليشيا الحوثية الإرهابية. أنا معلش طولت على حضرتك، بس سؤالي الأخير هو الجانب الإنساني، أكيد حضرتكم بترعوه طبعا في اليمن، إزاي بتضمنوا وصول وجهاز حضرتك كنت بتتكلم على ده دلوقتي، إزاي بتضمنوا وبتتأكدوا من وصول المساعدات إلى أهالينا في اليمن، وإزاي بتتأكدوا فعلا إن الجانب الإنساني يعني بيتم مراعاته مع كل العمليات العسكرية اللي بتحصل على أرض اليمن؟ دول التحالف هي بداية من اليوم الأول الكثير من المبادرات في العمل الإنساني. تقريبا الآن نحن دول التحالف أعلنت عن بداية العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وتم تسجيل 1.5 بليون دولار لإخواننا وأهلنا في اليمن. أعتقد أن يعني مسؤولية المجتمع الدولي، مسؤولية المنظمات الأمم المتحدة في إيصال هذه المساعدات إلى الداخل اليمني. هناك كثير من الجهود، سواء من مركز سلمان للغاث والأعمال الإنسانية، سواء من المنظمات الدولية. الحوثي يتعمد إيقاف المساعدات الإنسانية، أنا ذكرت يومين. هناك 11 شاحنة الآن موجودة
في نقطة التفتيش في دمار تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة، كذلك شاحنتين من الوقود، تم تعطيلها لمدة تقريبا شهر. أعتقد أنه الجهود مستمرة من دول التحالف في تقديم المساعدات. العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن إلى الآن أكثر من 2,674,000 مستفيد استفادوا من هذه المبادرة في كافة أراضي اليمن، سواء لقطاع الحكومة الشرعية أو لقطاع السلطة الحكومية. يبقى المسؤولية هي مسؤولية المنظمات الأممية في واجبها بإدراج أي تعطيل للميليشيا الحوثية في وصول هذه المساعدات إلى الشعب اليمني والذين يحتاجونها. نعلم جميعا أن هذه الأوضاع الإنسانية هي في سبب ما آل إليه الإنقلاب الحوثيون، إذا هي واجب المجتمع الدولي المساعدات تصل إلى كافة الموانئ، ولكن يبقى السؤال كيف يأتي إيصال هذه المساعدات من الموانئ سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية إلى مستحقيها. تحتاج الإجابة من المنظمات الغير حكومية وكذلك منظمات الدولية. تمام، أنا طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شكرا جزيلا يا فندم على مداخلة حضرتك. دي كانت آخر جهود قوات التحالف الدولي في اليمن، الجهود العسكرية تحديدا، وكان مهم جدا ان احنا نسأل سيادة العقيد على فكرة المساعدات الإنسانية وإزاي هم بيساعدوا على وصولها بجانب النواحي العسكرية كمان. برضو من ضمن اللي حصل على مدار الأسبوع زي ما قلت لحضراتكم هي القمة العربية اللي كانت الأبرز الحقيقة على مدار الأسبوع. كان في بيان ختامي للقمة، كان في كلمات مؤثرة جدا للزعماء والرؤساء اللي كانوا موجودين، اهتموا بأمور كتيرة قوي، وحنعرض على حضراتكم مقاطع منها عشان نشوف أهم وأبرز الكلمات اللي اتقالت. طبعا إعلان الزهران من هو الإعلان أو البيان الختامي للقمة العربية، كان في الحقيقة العديد من النقاط، وجايز كان أبرزها بيهتم بالملف السوري وأيضا ملف فلسطين. وزي ما حضراتكم عارفين أن قمة الزهران تم تغيير اسمها لقمة القدس بعد ما خادم الحرمين الشريفين يعني أصدر ده من خلال القمة العربية. احنا هنعرف في تفاصيل اكتر عن البيان الختامي وعن كل اللي بيحصل، بس طبعا انا هيكون معايا على التليفون للتعليق على الخبر ان شاء الله مسؤولين من المنطقة العربية. معايا على التليفون سيادة معايا. طيب احنا دلوقتي هنطلع فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل ان شاء الله بستكمل مع حضراتكم اخبارنا، وجايز ابرزها هيكون ان شاء الله عن القمة العربية بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه بنستكمل مع حضراتكم آخر الأسبوع وأخبارنا، وكان الخبر الأبرز زي ما قلنا لحضراتكم هي القمة العربية وختام القمة العربية. طبعا بيان الظهران كان فيه العديد من النقاط اللي حابين ان احنا نناقشها أكتر مع ضيفنا على التليفون سيادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. سيادة السفير مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. سيادة السفير، طيب هنرجع نتصل بسيادة السفير مرة تانية. البيان الختامي للقمة العربية في الزهران الحقيقة كان فيه مجموعة من النقاط المهمة جدا اللي حابين ان احنا نتكلم مع حضراتكم عليها، وجايز هو اتكلم عن قضية فلسطين، وقال ان ازاي قضية فلسطين هي من القضايا المحورية جدا، وزي ما حضراتكم عارفين ان حتى تم تغيير اسم القمة من قمة الزهران الى قمة القدس. الرئيس ابو مازن كمان من خلال كلمته في القمة العربية كان بيدعو الى زيارة القدس، كان ليه كلمة مؤثرة جدا، هنتفرج مع حضراتكم على كل الكلمات دي، بس جايز كانت كلمة الرئيس الفلسطيني أبو مازن كانت كلمة دعوة لجميع العرب بزيارة القدس، وإن احنا لا نترك أخواتنا وأهالينا في القدس لوحدهم. كمان عايز أقول لحضراتكم إن كان في مطالبة من المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، طبعا بتكلم عن مجلس الأمن وفكرة الاستيطان. كمان عايز اقول لحضراتكم تأكيد دعم ومساندة المملكة العربية السعودية والبحرين في كل الإجراءات لحماية أمنهم. طبعا حضراتكم عارفين التدخلات اللي بتحصل في البحرين وفي المملكة العربية السعودية. كمان تشديد العقوبات على إيران وعلى ميليشيات الحوثي اللي بتتدخل عن طريق الصواريخ الفلسطينية في الأراضي السعودية، وأيضا رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة، ودعم الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان في العراق.
كمان من البيان الختامي كان في فكرة تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على جذورها الثلاثة. ده كان أهم ما كان موجود في البيان الختامي للقمة العربية، بيان ظهران اللي خرج من القمة العربية. حاجة مع حضراتكم بقى للمشاهد الخاصة اللي كانت موجودة في القمة، وجايز هبدأ بالكلمات اللي كانت موجودة لرؤساء وزعماء في القمة العربية. هنعرض مع حضراتكم أهم الكلمات اللي كانت موجودة، وجايز هاخد حضراتكم ليه أبو مازن الرئيس الفلسطيني. زي ما قلت لحضراتكم كانت الكلمة الحقيقة كانت مختلفة، دعا فيها العرب لعدم التخلي عن قضية القدس، وكمان قال لهم إن زيارة القدس هي مش تطبيع، لأنك لما تزور السجين مش معناها إن أنت بتزور السجان. ده كان كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. تعالوا نشوف جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في القمة العربية ونرجع لكم مرة تانية. ونؤكد على ضرورة الدعوة لتشجيع زيارة القدس. نتمنى عليكم أن تدعوا إلى زيارة القدس، أن لا تتركوا أهل القدس وحدهم، أن يشعر أهل القدس أن الأمة العربية معه، تحتضنه، تقف إلى جانبه. وهذا بصراحة ليس تطبيعاً مع إسرائيل، لأن زيارة السجين ليست زيارة السجان. دي كانت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في دعوة إلى المجتمع الدولي لزيارة القدس. والناس اللي كانت بتقول إن الزيارة تطبيع، هو قال لهم الزيارة مش تطبيع، ولكن إن زيارة السجين غير زيارة السجان. للتعليق على البيان الختامي ولتفاصيل أكتر، أنا معايا على التليفون سيادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. سيادة السفير مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا سيادة السفير. اهلا بيك سياده سفير. سياده سفير، طبعا القمه العربيه انتهت هذا الاسبوع وكان في بيان ختامي في البيان الظهران. عايز اسال حضرتك عن اهم ردود الافعال اللي تلقتوها في الجامعه العربيه بعد انتهاء القمه العربيه، وتحديدا تعليقا على البيان الختامي. شكرا جزيلا. خليني بس اوضح حاجه للمشاهدين. اتفضل يا فندم. علشان يعني دايما الناس بتمزج او بتخلط ما بين البيان الختامي والقرارات. تمام. كل قمة بتعتمد مجموعة من القرارات. القرارات دي موجودة على موقع الجامعة في الانترنت وموجودة متاحة، الناس ممكن تقراها، لكن البيان الختامي هو البيان اللي بيتم صياغته لتجميع اهم ما ورد في القرارات، وبينزل في الاعلام بهذا الشكل وبهذه الصفة علشان خاطر الإعلام ينقله إلى الرأي العام باعتباره تلخيص للمواقف اللي حصلت. فهي القمة بتاخد قرارات. تمام. بس بتعتمد بيان ختام. دي أول نقطة. اتفضل. ثاني نقطة، أنا أعتقد إنه رد الفعل كان رد فعل إيجابي، لأنه القمة اسمها قمة القدس. طبعًا ده موضوع كان فيه لغط كثير وشائعات كثيرة وكلام كثير على مدار الأسابيع والأشهر اللي فاتت، إنه العرب تراجعوا، العرب غيروا مواقفهم، العرب لا يدعموا الفلسطينيين، القضية الفلسطينية ماتت، القضية الفلسطينية بتتصفى. وقد يكون في ناس يعني خصوم الفلسطينيين أو أعدائهم بيخططوا مثلا لتصفية القضية، هذا وارد. صحيح. في هذه القمة العرب قالوا نحن لم نتخلى عن الفلسطينيين، لم نتخلى عن القدس، القدس لا زالت قضية عربية مثلما هي قضية فلسطينية، وسوف نستمر في دعم الفلسطينيين وفي دعم الكفاح الفلسطيني لنيل الحقوق الفلسطينية. ده موضوع مهم جدا، لأنه يعني بسبب اللغط اللي دار قبل القمة واللي وصولا إلى القمة كان فيه يعني أقاويل وشائعات كثيرة. صحيح. طبعا في موضوعات تانية كثير، يعني في الموضوعات السياسية من سوريا لليبيا لليمن غيره، مكافحة الإرهاب، أمور كثيرة جدا القمة اتخذت فيها قرارات وموجودة القرارات ومتاحة للناس. تمام. وبالتالي يعني اعتقد انها كانت قمة مهمة، مهمة بحضورها، بالحضور العالي الكثيف اللي كان موجود. صحيح. ده
يعني انا اعتقد رد الفعل كان رد فعل ايجابي، وان شاء الله بنتابع كل هذا الكلام علشان يعني ده عمل مستمر وعمل لا انقطاع. اكيد سياده سفير، كل قمه عربيه بتخرج ببيان ختامي او قرارات، ولكن في النهايه ايه هي الاليات اللي بتضمنها الجامعه العربيه لوضع كل القرارات دي حيز التنفيذ؟ شوفي استاذة دينا، كل هذه القرارات هي في غالبيتها قرارات سياسية بتعبر عن مواقف سياسية. تمام. المواقف السياسية دي لابد انها تتوضح، الناس تبقى عايزة تعرف صحيح ما هو موقف العرب من المسألة الفلانية، القضية دي، النزاع ده. العرب بيوضحوا مواقفهم في هذه القرارات او الملخصة في الاعلان الختامي للقمة. احيانا فعلا يكون في اجراءات بتتخذها القمة او يعني قرارات بتقول انه لازم تاخد الخطوة الفلانية. ده دور الامانة العامة هنا انها تبدأ تحصي كل ما تم اعتماده في القمة، وتبدأ توزع الادوار، وتبدأ تنسق مع كل الدول، كل مجموعة من الدول، اذا كان في لجنة للعمل هنا، لجنة لمتابعة هذا الموضوع، إذا كان في شيء الأمانة العامة مطلوب منها تعمله، الأمين العام مكلف من القمة. كل هذه الأمور بيتم إحصاها في الأسبوع أو الأسبوعين اللي بيعقبوا القمة على طول، علشان خاطر يبقى قدامنا مصفوفة كده واضحة ما هو المطلوب منا، ما هو الذي يمكن أن نفعله مع الدول علشان نبدأ نتابع تنفيذ قرارات القمة العربية. سيادة سفير، تفضل سيادة سفير. نعم، قصدي اقول ده موضوع مش جديد، لانه احنا القمم دي احنا وصلنا فيها للقمه 29 صحيح الحاليه، والقمه منتظمه من سنه 2002. وبالتالي يعني سنه 2001 وقت ما اخذوا قرار دوريه انعقاد القمه. طبعا في خلاص الآلية أصبحت مستقرة ومعروفة وبتتابعها بهذا الشكل وبتحقق يعني بتحاول. بس هي المشكلة فين؟ المشكلة إنه النزاعات اللي بتتابعها الجامعة العربية هي النزاعات العربية، هي نزاعات بطبيعتها نزاعات معقدة طويلة الأمد، ولا يمكن إنه لا هتخلص في شهر ولا سنة، في مسائل في منتهى التعقيد. وبالتالي احنا بنعمل دورنا وبنعمل اللي القمه بتقوله، القمه بتطلبه، وبيتم عرض الموضوع وبنتابع بنتابع بنتابع ان شاء الله، املا الى ان احنا نصل الى يعني ان شاء الله او حلول ان شاء الله. سيادة سفير، الامين العام اتكلم عن فكره ضعف التمويل للجامعه العربيه واتكلم عن الموضوع ده في كلمته، هل بعد انتهاء القمه هل كان في اي ردود افعال في اي دول بدات ان هي تتكلم عن مبادرات في هذا الشان؟ احنا يعني الحقيقه الموضوع ده ذكروا لانه من وجهه يذكروا باعتبار ان الوضع المالي ده صميم اختصاص القمه انها تتابعه وتحافظ على يعني وضع مالي جيد وايجابي، فكان لازم انه الامين العام يضع هذا الموضوع تحت نظر القاده، وهو وضعه بالشكل اللي حضراتكم سمعتوه، وقال ان هو بيتلقى دعم سياسي قدر جدا من القاده، ودايما يامل انه الدعم المالي يوازي الدعم السياسي، فطبعا موضوع مهم. بعد القمه في طبعا بعض الدول اللي لسه ما دفعتش المساهمات بتاعتها، يعني طبعا اعربت عن اهتمامها وقالت انه هيدفعوا في اقرب الاجيال، نعمل هذا، وهي دي التزامات بموجب الميثاق على فكره، يعني موضوع ما هياش متهمه طوعيه، ده التزام زي ما الدول ملتزمه تجاه منظمه الامم المتحده، تجاه الاتحاد الافريقي، تجاه اي منظمه اخرى، لها التزام ايضا تجاه الجامعه العربيه، فمن باب اولى انه الالتزام تجاه الجامعه العربيه يدفع. صحيح. فان شاء الله الامور يعني تظهر باتجاه ايجابي، ومن هنا لشهر يكون الوضع
بدأ يتحسن إن شاء الله. سيادة سفير، الاجتماعات المغلقة اللي كانت موجودة من خلال الاجتماعات التحضيرية أو حتى وقت القمة نفسها، هل كان فيها أي خلاف على أي من البنود اللي طلعت في النهاية في البيان الختامي أو القرارات النهائية؟ هقول لحضرتك حاجة، هو مفيش اجتماعات بتمشي بدون خلافات في وجهات النظر، ده شيء طبيعي جدا. صحيح. وإلا يبقى العشرين دولة أو 21 دولة قاعدين في بينهم توافق تام، وهذا لا يحدث أبدا في الحياة يعني بشكل عام، حتى في الأسر وفي صحيح. النوادي وفي المجتمعات طبيعي. أما هو هل الدول قدرت تتجاوز خلافاتها ولا لا؟ الإجابة آه، بس إيه هي أكثر موضوعات كانت فيها نقاط خلافية؟ نقاط خلافية طبعا موضوع التدخلات الإيرانية والقصص اللي لها علاقة بالتدخلات التركية. ليه؟ لأنه كل من هاتين الدولتين لها دول يعني أقرب إليها من دول أخرى، فدايما بيتفهموا وجهة نظرهم يعني يدافعوا عن وجهة النظر هذه في الاجتماع، أو إذا ما عجبهمش الكلام اللي بيتم طرحه واعتماده فبيقولوا تحفظ، شيء طبيعي. بس ده سيادة السفير لم يؤثر على القرارات في البيان الختامي إن كان موضوع إيران أو تركيا؟ لا لا، اللغة هي هي، الموقف الإجمالي من الموضوعين هو هو، وهو طبعا قوي جدا في الوضع الإيراني لأن التدخلات يعني كثيرة والتحركات الإيرانية سلبية، وإحنا قلنا أكثر من مرة هذا الكلام. فيما يتعلق بتركيا طبعا في وضع لها في العراق معين، دخلت في العراق وفي قرار بهذا الموضوع، وفي وضع لها أيضا في سوريا وأيضا يعني لمس هذا الكلام في الإعلان الختامي وفي القرار، وبالتالي الاثنين دول دائما مسار يعني جدل وحديث، ولكن في النهاية يعني الموقف اللي بيتم اعتماده هو الموقف اللي بيقول انه لا يجب لأي من الدول الإقليمية او الدول الإقليمية دي انها تتدخل في الشأن العربي سواء إيران أو تركيا. هل الدول او المشاكل اللي موجودة في الدول الاخرى زي اليمن زي سوريا زي يعني ليبيا، هل كان في اي نقاط خلافية في اي من الدول دي ولا كان في اتفاق تام؟ يعني برضو خليني اقول لك انه بيبقى في بعض وجهات النظر تبين في الصياغة، انما بشكل عام الاتجاه يبقى مقبول لدى الجميع والكل بيوافق عليه، سواء في القرار بتاع ليبيا سواء في القرار بتاع اليمن، حتى لو الناس اختلفت في بعض الامور ازاي نصيغ النقطه دي او هل الموضوع ده مشير له ولا ما مشيرش، يعني ايا كان لا في النهايه التوافق هو سيد الموقف، الناس بتتفاهم مع بعض، والجو بشكل عام في هذه القمة كان جو إيجابي، ما كانش جو مواجهة أو جو كان بد جو كده في يعني مسح التوافق جيدة جدا، وده أدت في النهاية إلى أننا يعني اعتمدنا القرارات بأقل تحفظات ممكنة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مداخلتك سيادة سفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا يا فندم على مداخلة حضرتك. وجايز أنا قلت لحضرتك وحارد عليكم مجموعة من المشاهد اللي كانت متواجدة في القمة العربية اللي مهم إن احنا نشوفها قوي. جايز حركز في الأول على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس، وكان باين جدا الحقيقة أن الحوار اللي كان بينهم إزاي بيعكس العلاقات القوية ما بين البلدين ما بين مصر وما بين المملكة العربية السعودية، بمعنى أصح اللي عايز يعرف فعلا قوة العلاقات المصرية السعودية يشوف هذا اللقاء ما بين الرئيس السيسي وولي العهد محمد بن سلمان، وأيضا كمان الملك سلمان لما كان بيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا مع بعض نشوف هذا الجزء لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد القمة العربية الذي صدر عن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نشاهد وإياكم فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية، وهو باتجاه خادم الحرمين الشريفين ليستقبله في هذه القمة العربية. وهذا الحديث الباسم. إذن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مرحبا بفخامة الرئيس المصري. ده كان حبينا نقلكم بس بصوت الصورة كمان تعليق الإعلامي السعودي على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى استقبال ولي العهد محمد بن سلمان ليه، وأيضا الملك سلمان لما كان في استقباله. عايز أقول لحضراتكم مشهد تاني الحقيقة برضو حابة أن أنا أقول لحضراتكم عليه، وهي مشاهد كتير الحقيقة، بس أنا هكلمكم عن سيلفي القمة العربية. سيلفي القمة العربية ده كان الصورة اللي جمعت ما بين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعتقد أن الصورة دي وجايز هنعرضها لحضراتكم دلوقتي هي بتقضي على فكرة اللي كانت بتتقال على الخلاف السعودي اللبناني، أو الخلاف ما بين يعني رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والمملكة العربية السعودية، وده كان واحدة من أهم مكتسبات القمة العربية. والصورة دي كان واخدها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بنفسه، كان منزلها على المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به. الحقيقة كان في كلمات مهمة جدا، وجايز كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت فيها يعني نقاط كتيرة قوي مهمة، وكان أبرزها كلامه عن الأمن القومي العربي. تعالوا نشوفها ونرجع لكم مرة تانية. يأتي اجتماعنا اليوم والأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، فهناك دول عربية تواجه لأول مرة منذ تاريخ تأسيسها تهديدا وجوديا حقيقيا ومحاولة ممنهجة لإسقاط مؤسسات الدولة الوطنية لصالح كيانات طائفية وتنظيمات إرهابية يمثل مشروعها السياسي ارتدادا حضاريا كاملا عن كل ما أنجزته الدولة العربية منذ مرحلة التحرر الوطني. مشهد تاني في القمة العربية الحقيقة، وهو الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للعزلة اللي موجودة للجانب القطري. هنعرض على حضراتكم الصورة، وجايز الصورة موجودة معانا هنعرضها على حضراتكم. كان في عزلة مش بس الحقيقة على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، ولكن كمان العزلة أصبحت عزلة نفسية. الصورة كانت فيها المندوب القطري موجود واقف لوحده تماما منعزل، وكان رؤساء وملوك وقادة الدول العربية موجودين مع بعض بيرحبوا ببعض، متواجدين بيتكلموا مع بعض في صورة اجتماعية هائلة جدا، ولكن على الجنب الآخر الجانب القطري ملوش أي دور. والحقيقة هو ده اللي احنا بنشوفه دايما، إن العزلة هي مش فقط عزلة سياسية أو دبلوماسية، هي عزلة نفسية. الجانب القطري أصلا عنده إحساس إن هو مش مرحب بيه. فأعتقد إن كل الصور اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دي كانت معبرة عن عزلة الجانب القطري، عشان ما حدش يقول حصار. ده ما اسموش حصار، دي اسمها عزلة، بس عزلة نفسية. يعني الحكومة القطرية لو بصت على الصور دي كويس هتعرف ان اللي عندها ما اسموش حصار زي ما هي بتقول، وبتروح تشتكي وان الدول الرباعية عاملة مشكلة ومحصراها وإلى آخره. الحقيقة الفعلية ان انتوا اللي عزلتوا نفسكم عن المنطقة العربية وعن القادة العرب وعن الشعوب العربية. انتوا بسبب افعالكم وتدخلكم في شؤون الدول الاخرى، و يعني معرفش الى الان احنا مش قادرين نحل ليه، او انتم مش عايزين تحلوا ليه. يعني انا هعرض على حضراتكم الصوره دلوقتي عشان تشوفوا الحقيقه الوفد القطري تم استقباله على ارض المملكه العربيه السعوديه، وكل حاجه على حسب البروتوكول وعلى حسب كل شيء رسمي، ولكن الجانب النفسي هيظل ويبقى زي ما هو. هم حاسين بعمليه حصار، هي مش حصار، هي عزله، وهي عزله نفسيه قبل ما تكون سياسيه او دبلوماسيه، ودي بانت من خلال القمه العربيه، وحتى بانت من خلال العشاء الودي اللي اقامه الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه
أقاموا على شرف ملوك ورؤساء وزعماء الدول العربية، كان حاضر فيه تقريبا أغلب رؤساء، كان حاضر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان حاضر فيه أيضا الشيخ محمد بن راشد، وكان حاضر فيه أمير الكويت، كان حاضر فيه مجموعة كبيرة الحقيقة من الزعماء اللي كانوا موجودين في القمة العربية، علشان الصورة حتى كانت بغير الملابس الرسمية، وده دليل على محبة الشعوب بعيدا عن كل شيء. دي الصورة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها، وهي العزلة القطرية. زي ما انتم شايفين مندوب قطر موجود واقف لوحده، يعني الصورة بتدل فعلا على ان العزلة الموضوع مش سياسي ومش دبلوماسي. يعني دي اعتقد ده كان في البهو بتاع المنطقة اللي بيقام فيها القمة العربية، او القاعة اللي تم اقامة فيها القمة العربية. رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك سلمان، الملك حمد ملك البحرين، الشيخ محمد بن راشد، امير الكويت، كلهم موجودين مع بعض بيتكلموا بشكل ودي. ده بعيدا عن الاجتماعات، يعني دي زي كواليس. والجانب القطري حاسس بنوع من انواع العزله، حتى مش قادر ان هو يروح يعني يتجاذب معاهم اطراف الحديث. يعني حبينا نعرض على حضراتكم الصوره دي من ضمن الصور برضو اللي كانت موجوده. عايز اقول لحضراتكم ان من الكلمات كمان اللي كانت مهمه جدا جدا هي كلمه الامين العام لجامعه الدول العربيه أحمد أبو الغيط. الحقيقة كلامه كان فيه جزئين مهمين جدا جدا. هو اتكلم عن فكرة إن يعني لو كان فيه ضعف في أداء الجامعة العربية فده هيكون نابع من الدول الأعضاء، فيما معناه ذلك. يعني تعالوا نشوف جزء من كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية ونرجع لكم مرة تانية. فالأوطان المهددة هي أوطان عربية، والدم المراق هو دم عربي، والتهديدات تمس استقرار دول العرب ومجتمعاتهم. إن العامل المشترك في كافة هذه الأزمات كما أراه وألمسه هو غياب التوافق على مفهوم موحد للأمن القومي العربي على مدار السنوات الماضية. وأقول بكل صراحة أن تآكل حضورنا العربي الجماعي في معالجة الأزمات هو ما يغري الآخرين بالتدخل في شؤوننا والعبث بمقدراتنا. أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية كمان كان ليه كلمة مهمة جدا في من خلال كلمته، وكان بيتكلم أن الجامعة العربية هي بيت العرب، وكان بيقول أن هي الجامعة العربية مش هتقوى إلا بالعرب، ومش أيضا هتضعف إلا إذا هم وهنوا وضعفوا أو إذا تراجعت إرادتهم. تعالوا نشوف الكلمات ونرجع مرة تانية. أن الجامعة العربية هي بيت العرب جميعا، لا تقوى إلا بهم، وتضعف إن هم وهنوا أو تراجعت إرادتهم. وأنني أشرف دوما بكلمات التأييد والمساندة من القادة العرب للجامعة ولأمينها العام، وأتطلع طوال الوقت أن يترجم هذا الدعم السياسي المقدر إلى دعم مالي تشتد الحاجة إليه من أجل تمكين الجامعة من التحرك الفاعل والفعال في مختلف الساحات والقضايا. وأثق أن القادة العرب لن يقبلوا أن تنزوي الجامعة أو أن يهمش دورها ويتراجع تأثيرها بسبب ضغوط العجز المالي. المكان اللي تم إقامة القمة العربية فيه هو مركز ثقافي، مركز الملك عبد العزيز الثقافي. جايز احنا حابين ان احنا نقول لحضراتكم ايه هو مركز الملك عبد العزيز الثقافي، لان الحقيقة القمة العربية المرة دي يعني موجودة في مكان ثقافي مش مكان رسمي في قصر من الأصول الرئاسية او الملكية، وجايز ده الشيء المختلف المرة دي في القمة. قصر الملك عبد العزيز الحقيقة يعني اروع ما يمكن أن تتخيله من الداخل ومن الخارج، وأيضا الخدمات اللي بيقدمها مركز الملك عبد العزيز بعيدا عن المناسبات الرسمية. تعالوا نشوف هذا التقرير عن مركز إثراء أو مركز الملك عبد العزيز الثقافي ونرجع لكم مرة تانية. استضافت المملكة العربية السعودية فعاليات القمة العربية 29 بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، وهو المركز الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في ديسمبر عام 2016. جاء اختيار الاسم ليكون مصدراً لإثراء المجتمع السعودي بمصدر معرفي هائل، ويقع بالقرب من الموقع الذي تدفق منه البترول للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية،
حيث أنشأت أرامكو السعودية مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء ليساهم في تحقيق رؤية المملكة بالتحول إلى اقتصاد المعرفة. يمثل مركز إثراء الذي يرتفع 90 متراً في سماء الظهران أول حاضن للثقافة من نوعه في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع تحت سقف واحد برامجاً عديدة تهدف إلى خلق أثر إيجابي في المجالات المعرفية والثقافية عن طريق تنمية المهارات الوطنية في الصناعات الإبداعية القائمة على المعرفة والابتكار. يجمع المركز بين التصميم المعماري المعاصر والتقنية الحديثة وأساليب التعلم الفريدة والبرامج الإثرائية، وهو منصة ملهمة للشغوفين بالمعرفة والمثقفين والمبدعين والقادة. ويعد إثراء مركزاً ثقافياً متنوعاً، حيث يضم بين جنباته مكتبة عصرية ومختبراً للأفكار وواحة للصغار ومتحفاً عن تاريخ المملكة الطبيعي وإثرائها الحضاري وفنونها المعاصرة، ومسرحاً وقاعة للعروض الإبداعية، ومركز الأرشيف، ومعرضاً للطاقة، ويعلو في وسط برج المعرفة الذي يقدم البرامج التعليمية للرواد من كل الأعمار. وتقع القاعة الكبرى التي استضافت القمة العربية على مساحة 1600 متراً وتتسع لألفي شخص، ومخصصة لاستضافة المعارض والمؤتمرات، حيث تجمع المعادن الصماء والزخارف التاريخية. ويقع المركز على مساحة 45 ألف متر مربع. ويقع المركز في مدينة الظهران بالقرب من ساحل الخليج في الجهة الغربية من البلاد وفي الجهة الجنوبية من الدمام، وسميت المدينة بهذا الاسم نسبة إلى أحد الجبال المميزة في منتصف المدينة، وارتفاعه يصل إلى حوالي 100 متر. وتحتضن المدينة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. يبلغ عدد سكان الظهران 100,000 نسمة تقريباً، وتقدر مساحة مدينة الظهران حوالي 100 كيلو متر مربع. ده كان مركز إثراء أو مركز الملك عبد العزيز الثقافي اللي تم إقامة القمة فيه. عايز أقول لحضراتكم في يعني ختام أخبارنا النهاردة إن روعة التنظيم في المملكة العربية السعودية ومن خلال القمة العربية كان الحقيقة يضرب بيها المثل. كان أي حد كان موجود هناك هيحس قد إيه إن السعوديين شعب مضياف جدا جدا. كان في روعة في الاستقبال وفي التنظيم، كل شيء كان على قدم وساق. كل حد موجود هناك مسؤول عن التنظيم كان عنده حفاوة في الاستقبال، وكان عندهم ساعة صدر، وكانوا دايما حريصين على ان كل المتواجدين ان كانوا اعلاميين او ان كانوا صحافة او كل ضيوف المتواجدين في القمة العربية يكونوا سعداء، ما عندهمش اي مشاكل. الحقيقة يعني سر النجاح كان بيكون دايما هو التنظيم، وبيكون حسن الاستقبال، وده جايز كل الضيوف اللي كانوا موجودين شافوه من خلال المملكة العربية السعودية. بس طبعا ده مش غريب ابدا على اهل المملكة ومش غريب على الشعب السعودي. مشاهدينا هطلع فاصل، وبعد الفاصل هتبدا اولى فقرتنا، هنتكلم عن بالتفصيل اكتر عن القمة العربية وتبعاتها. هيكون معايا في الاستوديو سيادة اللواء اركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والاركان، وايضا السفير رضا شحاتة مساعد وزير الخارجية الاسبق. بعد الفاصل مباشرة. لسه مكملين مع حضراتكم اخر الاسبوع، ولسه بنتكلم عن القمه العربيه لانها كانت الابرز على الساحه خلال الاسبوع اللي فات. انا معايا في الاستوديو بيشرفني اللي هو اركان حرب محمد شهاوي مستشار كليه القاده والاركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، وايضا سياده السفير الدكتور رضا شحاته مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. اهلا بحضراتكم، منورينا في الاستوديو. اهلا بيك يا فندم. خليني ابدا سياده سفير واسال حضرتك عن القمه العربيه. طبعا القمة العربية تحديدا كانت في توقيت المنطقة العربية كلها مشتعلة، حتى توقيت القمة العربية كان في نفس اليوم تقريبا او قبلها بيوم انا كنت بتكلم عن الضرب اللي كان بيحصل في سوريا. ازاي تابعت حضرتك القمة العربية والبيان الختامي اللي صدر ايضا؟
يعني كل قمة بتنعقد قمة عربية بتنعقد لها ظروفها وليها البيئة الدولية والبيئة الإقليمية اللي بتفرض نفسها عليها. صحيح. القمة الأخيرة قمة 29 بالطبع لم تكن استثناء. إنما الاستثناء هو أن هذا الظرف الذي انعقدت فيه القمة كان من أكثرها دقة وأكثرها خطورة وأكثرها تأثيرا على مستقبل هذه المنطقة وبالتحديد مستقبل الأمن القومي العربي. تمام. وفي زعمي أنه قلب هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع على مستوى القمة هو ما حدده الرئيس السيسي. يعني وضع يده تماما وشخص منطلق هذه القمة. هي أزمة الأمن القومي العربي. أزمة الأمن القومي العربي في سوريا، أزمته في اليمن، أزمته في ليبيا، أزمته موزعة على مساحة الأرض العربية. فيما مضى بعض العسكريين الأمريكيين في مطلع الألفية سماها الدول الفاشلة، الدول الفاشلة. ويوما بعد يوم تتحقق هذه النبوءة الأمريكية في موقع من مواقع القوة العربية. ضربوا القوة العربية في مقتل في ليبيا، واليوم تضرب في سوريا وتضرب في اليمن وتضرب في مواقع أخرى في الصومال وفي مواقع كثيرة. فالرئيس السيسي في كلمته اللي استمعنا إليها منذ قليل قال إن في تحديات وجودية، بمعنى أنها تهدد الوجود العربي. فلم يعد ينفع فيها لا قرارات ولا إعلانات، إنما يجدي فيها أولا قلب عربي رباعي عربي قوي يتضامن ويتكتل ويتكامل يوما بعد يوم على كل الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. تمام. وكما شاهدنا وكما كنا نتحدث منذ قليل هذا التكتل العربي بدأ يعبر عن نفسه ويتجلى في تدريبات درع الخليج التي اشتركت فيها. صحيح. مصر. الأمن القومي العربي معالجته لا تأتي بمؤتمر أو مؤتمرات ولا تأتي باجتماع أو اجتماعات، إنما تأتي بوضع استراتيجيات جديدة. يعني الخطر يأتي للأمة العربية أو المنطقة العربية، إن كان البعض لا يحبذ التعبير لإنشاء الأمة العربية، إنما هي موجودة. يأتيها من الشمال كما شاهدنا في شرق البحر المتوسط وفي سوريا، ويأتيها من الجنوب على امتداد البحر الأحمر، محورين، محور البحر المتوسط ومحور البحر الأحمر. تمام. يعني ذراعين أمنيين يحيطان بالأمة العربية والمنطقة العربية. أعتقد أن الذراعين المضادين الرئيسيين الكفيلين بمواجهة هذا الخطر الاستراتيجي السعودية ومصر على ضفتي البحر الأحمر. صحيح. فمن هنا نستطيع أن نعيد قراءة البيان إعلان الزهران ونستطيع قراءة وثيقة هامة جدا. يجب ألا نغفل عنها، وهي وثيقة الأمن القومي العربي كما صدرت عن هذه القمة. صحيح. وجايز بيان الزهران سيادة السفير، أنا حابة أن أنا أكلم مع حضرتك في تفاصيله أكتر ويعني أبرز النقاط اللي كانت فيه، بس حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهي درع الخليج، التدريبات العسكرية المشتركة اللي تزامنت مع القمة العربية، وجايز دي حسأل فيها سيادة اللواء. سيادة اللواء، درع الخليج من يعني التدريبات المشتركة المهمة جدا اللي تزامن انتهاءها كمان مع القمة العربية، بكلم تقريبا في 25 دولة مشاركة في هذا التدريب. شفت ازاي تزامن هذا التدريب مع القمة العربية؟ طبعا هذه القمة العربية 29 اللي انا بسميها قمة الألم والأمل. لماذا الألم؟ لأن هذه القمة أتت بعد يوم واحد من ضرب العدوان الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على مواقع في سوريا. صحيح. قبلها بيوم انعقدت القمة بعد كده وأخذت قرارات، يعني وناقشت 18 بند منهم 7 بنود حول القضية الفلسطينية. فهي أعادت إلى الوجود مرة ثانية قوة القضية الفلسطينية وأنها قضية العرب الأولى. بعد ما تم إصدار البيان الختامي كان هناك القادة اللي موجودين في هذه القمة حضروا التمرين العسكري درع الخليج واحد. ودي بادرة أنا بعتبرها جيدة جدا، لأن من 25 دولة كانت هناك مصر وهناك
المملكة العربية السعودية اللي هم أكبر قوتين في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. ده بيبرز فيه التنسيق العسكري لتخطيط وتنفيذ عمليات مشتركة. يعني إيه عمليات مشتركة؟ لقينا فيه عناصر من القوات الجوية والقوات البحرية وعناصر من القوات البرية إزاي تقوم بهجوم ومواجهة تهديدات من إحدى الدول، وكانت الدول دي وسماها الملك سلمان بالاسم هي إيران. إيران التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وفي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إليها، بس ما قالش إيران، قال هناك دولة في المنطقة بتحتل بعض أراضي دولتين عربيتين. صحيح. اللي هو بيتكلم عن سوريا وعن اليمن، وهذه الدولة التي يعني بتؤثر فيهم هي دولة إيران. كان أنا بعتقد بعد ما تم كانت المرحلة الأخيرة الذي تم حضورها بوسط القادة والزعماء والـ 25 دولة، أنا بقول إن هذه القوات تعتبر بادرة لما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة 27 في مدينة السلام اللي هي مدينة شرم الشيخ، ونادى بإنشاء قوة عربية مشتركة. القوة العربية المشتركة دي يعني بتحمي الأمن القومي العربي، اللي كان النقطة الأساسية في مؤتمر القمة هو تطوير منظومة حماية الأمن القومي العربي. صحيح. وتطوير منظومة مكافحة الإرهاب والتطرف. دول كانوا بندين مهمين جدا بالإضافة للقضية الفلسطينية. صحيح. أنا شايف أن التدريب المشترك لـ 25 دولة على أرض المملكة السعودية ده بيقول لنا أن هو من الممكن أن يظهر للوجود القوة العربية المشتركة، هذه القوة التي تحمي ولا تهدد، تصون ولا تبدد، بتحمي الأمن القومي العربي، لأن لن يحمي العرب إلا قوة عربية تحمي. صحيح. هذه الدول. لكن أنا عاوز برضو حضرتك في مجال بقى بنتكلم عن الأمن القومي العربي وبنتكلم عن درع الخليج واحد. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية أشار إلى أن مصر بتحارب الإرهاب من خلال عملية شاملة سيناء 2018 وبتحقق نجاحات كبيرة على الأرض. صحيح. واستطاعت أن تقضي على الكتلة الصلبة والنواهي الصلبة الإرهابيين، وأصبح الإرهاب الآن في سيناء بيلفظ أنفاسه الأخيرة. تمام. وشفنا ضربات ناجحة في هذه العملية الشاملة. الشاملة يعني إيه؟ يعني كل أسلحة القوات المسلحة بتشترك في هذه العملية. تمام. لنا على أرض سيناء 127 كتيبة بقوة 60,000 مقاتل وعدد كبير من الأسلحة والمعدات الآن على أرض سيناء. وفي مناطق يا أستاذة دينا كان محدد، ويعني في طبق لاتفاقية السلام المنطقة جاي ما بقاش فيها قوات عسكرية. صحيح. بالحجم. صحيح. الكافي، ولكن قوات حرس حدود لا. الآن أصبح الجيش المصري على أرض كل سيناء يبسط يده عليها، ومن خلال خريطة تبين دلوقتي احنا عندنا المعلومات دي مهمة جدا في مكافحة الإرهاب. صحيح. هناك خريطة توضح فين الإرهاب وهو مين وإيه الأسلحة. وعلشان كده كان أول أمس في عملية ناجحة جدا لقوات أبطال الجيش الثالث الميداني. صحيح. عندما استهدفوا يعني أمير الإرهابيين وزعيم الإرهابيين في منطقة وسط سيناء ويسمى ناصر أبو زقوم. وإزاي إن هم يتوصلوا في أحد المغارات دي، لأن هناك معلومات مرة في هذا للعمل الإطار. العمل العربي المشترك سيادة السفير، وإعلان الزهران كان بيتكلم عن مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وجايز وإحنا بنتكلم عن العمل العربي المشترك كان بيقال إن المنطقة العربية تراجعت عن دورها في فلسطين أو تجاه القدس، ولكن حتى القمة العربية تم تغيير اسمها من قمة الزهران لقمة القدس. شفت ازاي الاهتمام بالملف الفلسطيني من خلال القمة العربية سيادة سفير؟ يعني الملف الفلسطيني بيفرض نفسه على القمم العربية وعلى القمم الإسلامية والقمم الدولية. هذه المرة القضية الفلسطينية بتواجه سياسة في غاية التشدد وفي غاية التطرف من قوة إقليمية، من دولة احتلال صادرت حقوق الفلسطينيين واعتقلتهم وعذبتهم،
دولة كبرى اتخذت قرارا منفردا ضد الشرعية الدولية بالكامل ونسفت جهود سلام استمرت أكثر من 25 سنة شاركت فيها الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية من قبل بقرار منفرد استلب الحقوق الفلسطينية بالكامل تاريخيا وقانونيا وبنقل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بدليل نقل القدس بكاملها كأرض عربية محتلة إلى ملكية إسرائيل تتصرف فيها كيف تشاء. تمام. هذا التحدي القانوني الجيوغرافي الجيو الجيوسياسي والديموغرافي واجه القضية الفلسطينية وفرض نفسه على القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يعني الذي يراد له أن ينسى مبدأ العودة وأن يراد له أن يتوقف عن الانتفاضة بدعوى أنه يمارس الإرهاب ضد الاحتلال. هذه الممارسات ضد ما وضع من اتفاقيات دولية، اتفاقيات جنيف الرابعة وحقوق السكان تحت الاحتلال إلى آخره، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، ضربت بها عرض الحائط. هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كما انعكست في القمة الأخيرة وكما تحدث عنها الرئيس السيسي وكما تحدث عنها الرئيس أبو مازن مركزا على قضية القدس أو على محورية القدس كدلالة أو كأيقونة النضال الفلسطيني. لابد من التحرك من الثوابت، هناك متغيرات كثيرة والأسوأ قادم إذا استمرت الإدارة الأمريكية على عهدها بأن تنقص كل وعودها أو تتملص من كل تعهداتها الدولية فالأسوأ هو القادم. المستوطنات تزيد، مصادرة الأراضي تزيد، المعتقلات تزداد، فكما تحولت الأرض المحتلة إلى سجن كبير فلا بد من تفعيل الثوابت. ما هي الثوابت؟ الثوابت هي الرجوع أولا إلى المبادرة العربية التي تقررت 2002 في الخاصة بالمصالحة العربية الإسرائيلية الكبرى. يعني الأرض مقابل السلام، لا يوجد سلام مقابل سلام، الأرض مقابل السلام هو المعيار، الحق مقابل الحق، الأمن مقابل الأمن. يعني هناك معادلات متساوية بين الطرفين، هي هذه الثوابت. ثانيا الشرعية الدولية لا تفريط فيها، حل الدولتين الذي يراد له أن يبدد وأن يترك أو يتناساه العالم أو تتناساه الأمم المتحدة لابد أن نتشبث به وأن نتمسك به. يعني دولتين لشعبين، هذا هو المخرج الوحيد للمأزق الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية. وهذه هي المقربة العربية الوحيدة الآمنة التي تقبلها القيادات العربية وتقبلها الشعوب العربية والمواطن العربي، ولا يقبل المواطن الفلسطيني بأقل منها أو بأدنى منها، وإلا ستظل الأرض مشتعلة تحت أقدام إسرائيل. صحيح. سيادة اللواء، احنا بنتكلم عن الوضع في المنطقة العربية مرورا بالقمة العربية اللي حصلت، وضع ملتهب على جميع الأجواء وفي أغلب الدول. أنا بتكلم في سوريا، بتكلم في اليمن، بتكلم في ليبيا. كيف ترى الحلول العسكرية في الأراضي اللي فيها مشاكل زي اللي اتكلمنا عليها وزي اللي طرحت كمان من خلال بيان الختامي في إعلان الزهران؟ والله يا فندم أنا شايف يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقول في مؤتمر القمة أن هناك دول بتعاني حالة الكينونة أو الوجود، يعني ممكن وجودها ينهار. احنا شايفين دول بتتفتت وجيوش بتتدمر. معايا يا فندم؟ أيوة فندم. يعني هناك يعني خطة لتنفيذ ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير. احنا 22 دولة عربية يراد لها أن تكون 44 دولة، أي تفتيت المفتت وتجزيء المجزأ وتقسيم المقسم. احنا شايفين ان مخططات تفتيت الدول العربية والعمل على عدم توحدها ليس وليد اليوم، ولكن من سنة 1907 كان هناك وثيقة تسمى وثيقة هنري كامبل بانرمان، وهذا الرجل كان رئيس الوزراء البريطاني في ذلك التوقيت، اصدر وثيقة يا استاذة دينا. بتقول ايه الوثيقة؟ بتقول العمل على تفتيت الدول العربية. نمرة 2 إفقادها
التقدم ومنع عنها أي تكنولوجية. نمرة ثلاثة بث الفتن والطوائف بينها حتى يحدث صدام وحوار بين أبنائها، وأخيرا زرع الكيان الصهيوني. اللي احنا شايفينه كله ما يحدث على الأرض في المنطقة العربية من خلال هذا الآلام الكثيرة في كثير من الدول هو لصالح إسرائيل. يعني اللي حدث في العراق في 2003 وكان أول قرار للحاكم الأمريكي أول اللي هو قال إيه حضرتك؟ حل الجيش العراق. نمرة اتنين ما يحدث في سوريا الآن وضرب قواته وقدراته العسكرية يكون لصالح الكيان الإسرائيلي. علشان كده القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية بتعزز قدراتها حتى يكون هناك توازن ما بين مصر وما بين، لأن بدأت تنخفض القدرات العسكرية للدول العربية وبين إسرائيل. أنا شايف الحل السياسي السلمي في سوريا هو الأساس وليس الحل العسكري الذي يدور الآن. وعاوز أن الجيش السوري العربي هو الذي يبسط يده على كل الأراضي وهو قادر على ذلك وحقق نجاحات كبيرة. عاوز أن الدول الأجنبية يعني 68 دولة بتتحالف. يعني حضرتك بترى سيادة اللواء أن الحل السياسي هو الحل الأمثل في أغلب في سوريا المنطقة العربية وفي ليبيا وفي اليمن. الحل السياسي هو المطلوب في هذا الإطار، لأن الحل العسكري لن يفيد شيء. عاوز أقول لحضرتك أنا بس عشان الوقت أنا بعتذر جدا، اتفضل. عاوز أقول لك أن الحل السياسي مهم ليه؟ لأن احنا في مصر في حرب أكتوبر 73 بعد الحرب حققنا 25% أن احنا نحرر سيناء، وبالمباحثات السياسية والدبلوماسية والمفاوضات حضرتك قلت هو الحل السياسي هو الحل الأمثل، وأكيد هيكون لنا فقرات خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله نتكلم فيها أكثر عن ونحرر سيناء ما يحدث في المنطقة العربية والحل السياسي. طبعا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبعتذر عن دي الوقت. بشكر اللواء أركان حرب محمد شهاوي مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. وبشكر حضرتك السفير الدكتور رضا شحاتة مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا هنطلع فاصل وبعد الفاصل هتبدأ الفقرة الثانية الخاصة بنواقص الأدوية، وهيكون في أرقام تليفونات على الشاشة بيشرفني فيها الدكتور محمد عزب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء واستشاري أورام الكبد، وأيضا الدكتور محمد شاهين عضو الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية عشان نجاوب على تساؤلات الخاصة بنقص الأدوية في السوق المصري وارتفاع الأسعار بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم مرة تانية وهنتكلم بقى عن أزمة الأدوية، وهل فعلا في نواقص في الأدوية في السوق المصري، وهل حتى لو ما فيش نواقص الأسعار المتداولة هي الأسعار الفعلية ولا تم رفع بعض الأسعار والأدوية منتهية الصلاحية، وغيرها من التساؤلات اللي ممكن تكون عند حضراتكم. أرقام التليفونات اللي هتكون ظاهرة على الشاشة لو حابين تسألوا ضيوفنا. أنا بيشرفني في الاستوديو الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء ومؤسس وحدة الأورام للمعهد القومي للكبد، وأيضا الدكتور محمد شاهين عضو الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بحضراتكم، منورين يا فندم. خليني أبدأ بدكتور محمد وأسأل حضرتك عن نواقص الأدوية. بيقال إن في بعض الأدوية اللي فعلا مش موجودة في السوق وناقصة، وتحديدا لبعض الأمراض اللي هي خطيرة زي ما بنقول. مدى صحة هذا الكلام، وإيه فعلا الأدوية اللي مش موجودة وناقصة في السوق المصري؟ هو حضرتك هو فعليا في نواقص في السوق. بعض الأدوية المستوردة هتلاقي حاجات الكانسر يمكن هي اللي فيها مشكلة شوية، لأن المستورد بيبقى فيه أزمة بسبب السعر بتاعه مع الدولار. عندنا مشكلة برضو الشجر الرعاش يمكن شوية فيها أزمة. الإنسولين كان فيه مشكلة بس بدأت اتغير تسعيرته من 38 وصل 55 وبدأ يتوفر في السوق دلوقتي خلاص، بس بالأسعار التانية اللي هي الأسعار الغالية بالسعر الجديد اللي هي 55 بال 55 بدأ يتوفر دلوقتي. الوزارة أوتوماتيك في ريبورت بيطلع منها بالنواقص، يعني زي كشف دوري بإيه اللي موجود، إيه النواقص اللي موجودة، بيطلع دايما بفيه كشف موجود بيها.
طيب دكتور محمد، يعني الادويه اللي قال عليها دكتور محمد عز العرب الخاصه بالكانسر وشلل الرعاش والانسولين والى اخره، هل بالفعل هي مختفيه تماما من السوق، ولا هل احنا عندنا جزء متوافر؟ وهل بالفعل المريض دلوقتي، يعني ما يقال عن مرضى السرطانات تحديدا العياذ بالله وبعيد عن كل الناس يا رب، هل فعلا عندهم صعوبه في الحصول على الدواء وخصوصا المستشفيات اللي بيتعالجوا فيها؟ هو طبعا هناك نقص، ونقص احنا بنقول متكرر ومنذ فترة، يعني تعدت 5 سنوات وكل شوية بتلاقي فيه نقص في الأدوية. زي ما أشار زميل الدكتور محمد شاهين إن طبعا إن هناك يعني زي نشرة دورية تطلع من الإدارة المركزية للصيدلة بالنواقص الموجودة. طبعا في نواقص، ونواقص هامة جدا منها صبغات مختلفة، وحتى في صبغات مهمة جدا لتشخيص شبكات العين والدورة الدموية فيها، احنا بنعاني حاليا من نقص فيها برضه. زي الاندوسيانين جرين وحاجات زي كده. كان في نقص لحد قريب في صبغات مهمة جدا زي الليبيدول دي معالجة سرطان الكبد، وبرضه بنستخدمها في معالجة دوالي المعدة. في نواقص حيوية، وفي زي أدوية سرطانات، لدرجة كان في نقص لدواء هام زي الاندوكسان وكان ده، لدرجة ان احنا غيرنا بروتوكولات العلاج على نتيجة النقص ده. طب هي المشكلة فين؟ لازم نعرفها وطرق الحل ناقشنا فيها كتير قوي. وفي مع التخطيط القومي حطينا تصورات كثيرة جدا جدا في ندوات، ولكن لم يعمل بيها. لم يعمل بيها ليه؟ احنا قلنا النواقص دي هتستمر. طبعا في شركات الأدوية، طبعا في شركات أدوية، مش كل شركات أدوية عندها طمع، في شركات فعلا وطنية خالصة واحنا عايزين ندعمها. أولا بتوفر لي فرق سعري هام جدا من الدواء المستورد، وتاني نقطة إن أنا بدي فرصة لإن أنا أرجع الثقة للدواء المصري اللي هو صناعة قديمة من 1934، وزاد فرص تصديرية إلى جانب إن أنا أسد احتياجات المجتمع المصري. طبعا نواقص شديدة جدا، في مأساة حقيقية بنعيشها كل فترة. طبعا حضرتك يعني في قرار لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء 3 هيئات تنظيمية لسوق الدواء، ده بقالنا 1.5 شهر. اليوم طلع قرار وزاري بعمل إنشاء لجنة سياسات دوائية. طبعا أنا في قرار رئيس مجلس الوزراء من 1.5 شهر إنشاء 3 كيانات، ما يسمى المجلس الأعلى للدواء و التنظيمات اللي بالنسبة لموضوع وضع السياسات للدواء كله، وفي هيئة بيسموها هيئة العامة للتكنولوجيا الطبية دي مسؤولة عن الاستيراد كل ما يخص قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وفي هيئة عامة للرقابة الدوائية. أنا لسه ما هنا، احنا لازم يا أستاذ دينا نحدد فين المشكلة. يعني أنا في قرار رئيس مجلس وزراء النهاردة، في طلع قرار بإنشاء لجنة السياسات الدوائية ومع أساتذة أفاضل، يعني أنا بحترم وبنحترم الأساتذة. احنا لابد ان احنا يكون في استراتيجيه عامه يتم الاتفاق فيها. كان التصور بتاعنا كمنظمات مجتمع مدني، وكان الكثير من النقابات منها النقابه الهامه المنوط بيها اللي هي نقابه الصيادله، ان احنا نعمل او من طالبنا، وفي 4 مسودات قدام مجلس النواب ما يسمى بالهيئه العليا للدواء. تمام. طيب هل الدولة دكتور محمد واجهت أزمة نقص الدواء زي ما كنت بتكلم مع دكتور محمد شاهين؟ هل فعلا كل اللجان اللي بيتم تشكيلها وكل اللي احنا بنتكلم عليه ده، هل فعلا دي مواجهة حقيقية لأزمة نقص الأدوية، ولا فكرة التصريحات حتى اللي بتخرج من وزارة الصحة ان احنا تم توفير النواقص وما عندناش نواقص، حتى يطلع متحدث باسم الصحة يقولك احنا ما عندناش نواقص، وفي ناس بيقولك فعلا عندهم نواقص، هل المواجهة الحقيقية عملتها الدولة وعملتها وزارة الصحة في أزمة نقص الأدوية؟ هو حقيقة هي عملت جزء مرحلي، ولكن احنا كان حتى احنا كشركات وكالشعبة كان لينا تعليق عليه شوية، ان هو حركت شوية في الاسعار، ولكن وليس بصورة منظمة، كانت صورة عشوائية، فخدت الادوية اللي كانت سعرها عالي في السوق زودته، والقليل هو برضو ما قدرش ينتج، فاذا ما بدأش يحل مشكلة نواقص في بعض المواد الفعالة. دي جزئية. الجزئية التانية اللي حقيقة المفروض نتجه ليها هو فكرة ان مش كل الدواء نواقص. النواقص اللي الناس بتتكلم عليها هو اسم تجاري للدواء، ولكن في تقصد البدائل، البدائل بتاعتها موجوده بنفس الماده الفعاله. كل بسيط. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه في النقطه دي تحديدا، يعني ان في اطباء ما بيكتبوش البدائل، هو بيكتب لك الدواء ما لقيتهوش، بيقعدوا بقى يلفوا زي ما بيقولوا كعب داير على صيدليات المرضى ومش بيلاقوا حاجه. ما هي دي ده جزء حياة الوزاره لازم بقى ليها دور فيه.
ان تبدا تنبه على الدكاتره. احنا كنا بنناقش ان يبقى الكتابه بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري. بس هل ده هيبقى، حضرتك عارف طبعا ان الصيدليات دلوقتي العمل التجاري بقى بالنسبه لهم اكتر من ان هم يفيدوا المواطنين، ممكن تلاقي اللي واقف مش صيدلي، فبالتالي ده ممكن يضر بالمواطن نفسه. هيبقى ده دور نقابه. ما هو حضرتك، ما هي المنظومه كلها لازم تمشي منظمه علشان نقدر نوصل للمريض لافضل حاجه. والنهارده البدائل موجوده، وزي ما دكتور محمد عز العرب قال ان الادويه موجوده والدواء المصري بنفس كفاءه الاجنبي. ومفيش دواء مصري بينزل السوق الا ما بيتعمل له دراسات تكافؤ حيوي بتقول ان هو بنفس جوده المستوى. اذا المشكله ان الدكتور يكتب البديل طالما ان الدواء مش موجود. هل البديل هو الحل دكتور محمد، ولا زي ما بنقول، ولا الاسم العلمي هو الحل؟ مين الاوقع من وجهه نظرك كخبراء في المجال؟ بس عشان للساده المشاهدين، احنا بنقول اي دواء في الدواء الاصلي وفي له مثيل، ولو المثيل هو زي تركيبه الدواء اللي هو الاصلي اللي واخد براءه اختراع، في حاجه اسمها مثيل، ده يقوم مكانه نفس التركيبه، وفي البديل مش نفس التركيبه ولكن داعي الاستخدام زي الدواء الاصلي، عشان التفرقه دي مهمه. فاحنا وجود لما الطبيب بيكتب دواء وما بيكتبش البديل، بيبقى المريض من وجهه نظره وهو طبعا مش عارف، زي حضرتك اللي هو لا، هو الدواء ده اللي انا عايزه لان هو الدكتور كتبه لي، ولو ما لقاهوش مش بياخد البديل. فدي يعني دي حاجه على الدكاتره كمان. لا يا فندم، هو بس دي تهمه، لو سمح للدكتور محمد، التهمه غير صحيحه. هي مش تهمه للمعظم، لا، في ناس يقولوا يعني صوروها باستفادات، حتى ان انا بكتب اسماء ادويه معينه نتيجه لشركات معينه بقى في معاملات ممكن معينه، ممكن مش استفاده، ممكن تساهل، ممكن انا اسهل لي كطبيب وعندي ناس كتير في العياده ان انا اكتب اسم واحد. لا، انا لو نظمت يا دكتور محمد، لو انا نظمت وقلت ان انا سين مثلا هكتب دواء معين، مجموعه مثلا زي الامبسيلينات، هكتب امبسيلين، امبسيلين موجود منه في السوق، لو انا سبته دلوقتي على العواهن بتاعته مثلا، نفرض في 20 صنف في الدواء في الدوله، لكن 20 صنف بالاسم بقى التجاري مش موجودين. يعني لو الدكتور صمم على من الامبسيلين اسم معين، لكن غير ان انا اكتب بقى انا كدكتور امبسيلين، وحوافق انا كدكتور ان انا اكتبه، والدوله بتكون متفق دار مركزي الصيدله الامبسيلينات، 5 امبسيلينات الموجوده، انا كصيدلي بخير المريض عندي 2 منهم أو 3 منهم، ممكن اخد ده، انا كطبيب اوافق على الحل ده. في نقطه مهمه، ان الدواء المصري لا يقل جوده عن الاجنبي، والدواء المثيل عموما ده لا يقل جوده عن مثيل اخر. ليه؟ لان زمان الدكتور محمد في اثناء التسجيل حاجه اسمها دراسه التكافؤ الحيوي، دي مسؤوليه مهمه جدا، بتاكد ان الدواء ده زي الدواء الاصلي من حيث بقى درجه الثبات ودرجه الذوبان ومن حيث الدراسات بنقوم بيها على الاصحاء. انا عايز اتكلم عليه واسال فيه دكتور محمد، هل احنا طبعا بنشجع الصناعه الوطنيه وكل حاجه، ولكن احنا بقى عندنا عقده الخواجه وخصوصا في الادويه، اللي هو لو الدواء مش مستورد بيبقى بالنسبه لنا يعني هي ثقافه عند الشعب مش اكتر من كده. هل الماده الفعاله في الدواء المستورد فعلا اقوى من الدواء المصري، ولا دي فقط ثقافه عندنا؟ يعني دي ثقافه صدقيني بس، لان هو الماده الخام اي شركه بتجيبها ليها شهاده جي ام بي بتاعتها، وزاره الصحه بتراجعها قبل ما انا اروح اشتري الخامه، فما بتجيش الخامه الا وهي مطابقه للمواصفات. بناء عليه هي نفس الفعال. الدراسه التكافؤ اللي انا قلت لحضرتك عليها بتتعمل، التكافؤ دي بتقول ان انا زي الدواء المستورد بالظبط. امال هي الفكره متاخده منين ان الدواء المستورد يعني اقوى وفعاليته افضل من الدواء المصري؟ حضرتك حجم سوق المستورد في مصر مش كبير. المستورد مش كتير. النهارده معظم الادويه حتى الشركات المالتي ناشونال ما بتصنع في مصر. يعني ما هي فايزر هنا، معظم الشركات هنا، كل بقت حاجتها هنا. طيب من وجهه نظركم في ختام حلقتنا وفقرتنا، ايه الحل الامثل لازمه الادويه ونقص الادويه وارتفاع الاسعار، خصوصا ان احنا بنلاقي ان الحقيقه يعني في نوع من انواع عدم التجاوب قوي من وزاره الصحه، ان يبقى في نواقص وتقول ما فيش نواقص، الناس مش لاقيه الدواء. فمن وجهه نظر حضراتكم كده ختاما، اتفضل دكتور محمد. هو طبعا دعم الصناعه الوطنيه دي مهمه قوي، من حيث ان طلبنا قبل كده الغاء الضريبه على القيمه المضافه ل 14%، وتقديم يعني سعر الطاقه نعمله بسعر مدعم. الشركات قطاع الاعمال دي رمانه الميزان، لابد ان احنا اسد لها مستحقات لدى الدوله، المفروض ان انا اقف جنبيها، المفروض اعاده هيكل ليها، لانها رمانه الميزان لصالح المريض المصري، ده حقيقه. وشيء المهم جدا ان احنا عدم تجزؤ السياسه، انا لازم حطينا هدف هيئه عليا للدواء،
نكثف أمورنا، ولذلك الحين نعمل نائب وزير للدواء هو الصيدلي. دكتور محمد، وجهة نظرك في هذه الأزمة؟ زي ما بقول لحضرتك، هي الفكرة كلها بالنسبة لأسعار الدواء، هي لازم تعاد تقييم أسعار الدواء، مش ارتفاع أسعار الدواء، هو جروب أو مجموعة دوائية تعاد تسعيرها. فهنلاقي حاجات من الغالية هترخص، واللي تحت الرخيص هيبدأ سعره يتظبط، فالبدايل هتكتر في السوق. تمام. فهنحل أزمة النواقص. تمام، أنا بشكر حضراتكم. طبعا دي الوقت خلانا ما نتكلمش في العديد من الملفات، ولكن أكيد هو ملف مهم وحنتكلم فيه أكتر مع حضراتكم خلال حلقات قادمة بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء ومؤسس وحدة الأورام للمعهد القومي للكبد، وأيضا الدكتور محمد شاهين عضو الشعب العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. شكرا جزيلا يا فندم على تشريف حضراتكم. مشاهدينا، كده بيكون حلقتنا النهاردة انتهت. حاولنا بقدر الإمكان نغطي أهم ما حدث خلال الأسبوع. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأشوفكم الجمعة الجاية على ألف خير. تصبحوا على خير.